إجا الغالي يا غوالي، إجا الغالي يا غوالي، شوفوا لي على صينية الجناحات والصوص تحت قاعد يا ويلي أخي. يسعد لي أيامكم يا أحلى فنانين بكل المجرة ببرنامجنا لقمة للغوالي على التلفزيون الآن. أكلتنا اليوم جوانح جناحات، بدها جناحات دجاج بالفرن وبطاطا مقلية وكريم توم، يعني بدها الحباشات كاملة، يعني بدها الأكلة كاملة، بس بيصفى حتى الخبزة وتبلش سفق طرق. نحن خلينا نبلش لأنه أنا صراحة على الحكي بس اشتهيت وما عاد فيني أتحمل. يلا لحتى نعمل يا غوالي جناحات بالفرن شو بدنا؟ بدنا جناحات، وأنا إذا بدي أعمل جناحات ما حعمل نص كيلو، بدي 2 كيلو. ها وهي أحلى 2 كيلو جناحات غير شكل. شايفين طبعاً اللحام مقطع لي إياهن. طيب هاي الزبدية، بدنا دبس فليفلة ودبس بندورة. طيب هذا الليمون شو قصته؟ هذا الليمون هيك مع قشره مع عصيره مع كل شيء، نمسك هيك ونزته بقلب الزبدية. بدنا معجون فليفلة، معلقة أكل من دبس الفليفلة، دبس بندورة نص معلقة أكل ما منكتر. هاي الكمية تقريبا بدها قدر 10 سنان توم مدقوقين، ملح معلقتين ملح مسح، على معلقتين الملح منحط معلقة مقوبعة، شايفين قوبعة هيك قوبعة كزبرة يابسة، نص معلقة فلفل أسود ومعلقة زنجبيل بودرة، معلقة بصل بودرة، هذا إذا مو متوفر عادي، كركم نص معلقة. اخواننا العراقيين بيحبوا البهارات يعني، وانا الصراحة بحب اعطي الشغلة حقها، ونص معلقة قرفة، والهيل بقيان عندي اساسا نص معلقة لحطها، البابريكا المدخنة كمان معلقة صغيرة مقوبعة، وبنحط عليهم شوية زيت نباتي شوي لا تكتروا، خلينا نمعسهم نخلطهم. ولا يا غوالي بدنا نبلش ننزل الدجاج فوق الخليط تبعنا بعد ما عصورنا الليمونات مزبوط وطلعنا فيهم كل شيء فيهم موجود من زيوت من نكهات من كل شيء. يلا وهلا بدنا نعطيهم تقليبه خطيره، يعني كثير بدنا نعمل لهم مساج، بدنا ندلكهم تتليك بدنا ندعكهم دعك، حتى هي التتبيله بتشتغل للشوي. هلا بعد ما بدلكهم مزبوط وبدعكهم بالتتبيله كثير منيح، بتركهم من 4 ساعات ل 24 ساعه قد ما بدكم، فيكم تخلوهم، هذا الموضوع بيرجع لكم. أنا أخليهم شغلة ساعتين ثلاثة الصراحة لأني كثير جوعان وما بتحمل أكثر من هيك. لك اطلعوا ولي الريحة عافة بقلب البراد، عافة غير شكل، هي خليناهم ساعتين ثلاثة وهيك. هلا خليني صفهم بقلب الصينية هيك، نصفهم صفة مرتبة، ليش؟ لحتى الجلدة تبعهم كمان تاخد نار وتنشوى، أهم شغلة الجلدة تنشوى، لأنه الجلدة هي كل النكهة، يعني كل القصة وكل النكهة بهي الأكلة هي جلدة الدجاج. وين رايحة يا غالية؟ وين رايحة؟ بتحطوها هون بالطابق التحتاني من تحت، شايفين؟ شغال فوق وتحت ومروحة، هلأ بتستوي بعدين بنخليها تاخد لون من فوق، يعني هلأ شغال من فوق لكن ما هيعطي لون فورا. هلأ خلينا نروح نساوي البطاطا المغلية. نعمل البطاطا، حنعمل البطاطا ما لها مفرز، يعني نحط البطاطاي وبالقشر تبعها، أنا مغسل القشر تبعها كثير منيح، مليفة تليف يعني. القشر بيعطي طعم للبطاطا خرافي يا جماعة. بعد ما غسلناهن بنيجي لهون عنا مي مغلية، البطاطا بنطفي النار عليها، بنكب المي تبعها، بسم الله، بين ما يحمى الزيت حنعمل كريم توم. لك ايه بين ما يحمى الزيت كريم توم سريع جدا. اول شي بدنا بيضتين، بنحط البيضتين كاملين، وفينا نحط بس بياض البيض، هذا الموضوع بيرجع لكم. بنحط عليهم 4 سنان توم حبة فحلة، هيك بيطلع ظاهرة نكهة التوم شوي. فينا نحط عصرة ليمون، وفينا نحط براس المعلقة حمض الليمون. طيب البيضتين قديش بياخدوا زيت نباتي؟ بياخدوا كل بيضة 200 ميلي من الزيت. شوفولي على كريم هالتون، هلا بنزلها على الزيت اللي هو زيت حامي للقلي. اجا الغالي يا غوالي، اجا الغالي يا غوالي، شوفولي على صينية هالجناحات والصوص تحت قاعد يا ويلي، اخد هيك لدعة خفيفة من تحت غير شكل. اول شيء هيك سقها يا غالي، شايف؟ سقسق لي اياها بالصوص، بعدين خد لك هيك عصفور ضعيف الجناح، شوفوا بنمسك العظمة وبنسحبها هيك، او العظمتين بنسحبهم، شايفين ما احلاهم؟ بس الهبال عم يطلع منها، والله ما عم بقدر امسكها. ركزوا لي معي بهي اللقمة،
حطينا الجناح شايفين، سلخنا واحدة بطاطا معه، لفيناه هيك. بعدين وين بننزل؟ هون يا بي، هون نزل لي هون بالتومات، وشوف لي على هاللقمة. هاي اللقمة بدها واحدة الله يبارك له، وهي اللقمة لوين؟ على المادة دايركت. وروح يا معلم. هاي اللقمة يعني لقمة من هذا الملوك. واحدة ما بتكفي، ما بتكفي. نرجع شو بنساوي؟ نفس الحركة. ركزوا معي، واحد اثنين ثلاثة. اعطيني من هون، انا هذا اللي بحبه. بتقول لي حطه بصحن وما صحن، ايه والله ما بتزبط معي. خذ الجناح هيك يا غالي، اسحبه هيك من العظم، زدت لي العظم على جنب، سناول لك واحدة بطاطا هيك فعسة فوق الجناح، شايفين ما احلاه. بعدين نزل وين؟ لا مو هون، نزلي بالشطة. خلي الأمور كلها شو تشعلي الشعللي. شوفوا لي على هاللقمة، هاي اللقمة بتنهدى الملوك ولا لا؟ والله بتنهدى الملوك. سخن، جناح سخن، بطاطا سخنة، وشطة من فوق. ولي والله وحدة الله يبارك له ما بتكفي، ما بتكفي. دميت وحدة الله يبارك له. طب ليش ما بيطلبوا هيك أكلات على طول؟ على طول طلبوا لي هاي الأكلات، أنا بحب هاي الأكلات يا أخي. معي سامحونا بآخر لقمة. هلا أول شيء أخذنا يعني لقمتين من هذاك الطرف من الجناح، هلا خلينا ناخذ من هذا الطرف. نشوفه إذا مستوي، أنا مشانكم والله مشان مصداقية بس يعني. نفحصه إذا مستوي ورايح نيفة. انت امتى بتعرف انه الفروج صح؟ لما تفتح تلاقي العظمه هيك بيضه من جوا. لما تكون بيضه معناها فروجك صح، معناها امورك صح، معناها امورك كلها بالسليم يا غالي. اعطي لي وحده بطاطاي فوقها واعمل لها هيك. وين ننزل؟ وين؟ بكريم التوم. شوف كريم التوم الخرافي، شايف هاي اللقمه؟ هاي لوين؟ على فص المعده. يلا يا جماعه خليني اخذهم واطلع لبرا اقعد اكل، لانه انا الصراحه على الكاميرا يعني ما باخذ راحتي بالاكل كثير. حبايب القلب مثل العاده شغلتونا الامور. كان معكم شيف عمار من برنامج لقمه للغوالي. ما تنسوا تشتركوا بقناه الان وتفعلوا زر الجرس ولايك وتعليق شغل عماك ابراتب. سلام.